لأنك أنت الآن يعني بشكل دائم تقصد مستقر الآن هنا، لكن في يوم من الأيام سترجع، فأنت تعتبر مقيم في بلدين، ومثل السفراء مثل الموظفون في دور أو دورات أو ما شابه ذلك من الأمور، فأنت هنا مقيم وهناك مقيم، إلا في وقت الرحلة. في وقت الرحلة تقصر وتجمع، يعني تعامل مع مسافر، لكن إذا وصلت إلى مصر إلى بلدك فأنت مقيم، وإذا جئت هنا أنت مقيم أيضا. في بعد بلد ثالث عندك جنسية شيء ما فيه؟